تسأل. أثناء اللعبة احنا عندنا حجز من 8 إلى 9 بالملعب، فبعد ما انتهت نص ساعة من اللعبة بعد 8:30 تفاجأنا، وإحنا يعني أثناء المباراة تفاجأنا شيء دخل علينا من هناك، يعني شون نص تانكي ربع تانكي فشيء مع عصف، صار عصف كلش قوي. بعد وراها صادفة هنا كان عندنا، يعني احنا نلعب هاي بالنص واللعبة، فانضرب عندنا هنا محمد نام دار الله يرحمه برحمته الواسعة ان شاء الله، فاستشهد هنا. وعندنا جماعتنا لواء ركن زيد خلف اثناء الضربة هم انضرب، وابراهيم ابو مصطفى اللي بعدها هسه الحمد لله قاعد يتلقى العلاج بالمستشفى، وابراهيم واللواء هم نقلناه للمستشفى مستشفى الكندي، واخ ولد هم اسمه حسين اثناء حضوره بالمباراه. فاللي دخل علينا هنا يعني عصف على مثل الفلين طوز مثل الطوز الابيض، فما شفنا الى ان باوعنا جماعتنا كلها واقعه، فاحنا ظلينا بهلتنا اريد يعني نركض على جماعتنا، ركضنا على محمد لقيناه يعني فارق الحياه اثناء الضربه، لان يعني بعد ما انضرب راسه بالبوري هنا بوري مال البي ار سي وشق راسه فارق الحياه. وبعد احنا مهمتنا شو تصير بعد شلنا ننقذ جماعتنا المصابين حتى نسعفهم ونخلصهم من، فشلنا الباقين وطلعنا للمستشفى، وبقينا للمستشفى لحد الساعة واحدة بالليل 12:30 بالوحدة بقينا، وهذا اللي صار. بعد هي هذا الكوفي همين بيه همين راحت شباب اللي نعرفهم واللي ما نعرفهم، اللي نعرفهم ولد محمد ولد كريم المطيري اثنين استشهدوا اثناء هذا، وبعد ابن اخوهم همين بالمستشفى من بيت واحد هذا. زين هو الحادث مفتعل او حادث يعني خلل؟ والله بعد ما اعرف، انا ما اقدر يعني مثلا اقول بهذا الحادث، لان هو انفجار بالسايد الثاني، انفجار قوي كلش، انفجار قوي مع نار وعصف راسا طبلنا لهنا، فاجزاء من التانكي هو نص من التانكي طبلنا هنا بحيث اثر هنا، يعني بعد ضربه مالته الضربه بالقاع بحيث طلع الصبه وطارت هيك وراحت دخلت ضربه الكوفي الى ان عبرت الى البيت المقابل واستقرت هناك الضربه، يعني الجزء من التانكي مال الصهريج، فما نعرف الصهريج هذا يعني فعل فاعل او ما، هذا ما نقدر الى ان يتحققون بالموضوع. واقف هناك مكاني، انت تخيل بي ار سي وحديد يركض وراك، شنو من موقف بحيث الصوت صار ثم صار العصف مالته طب علينا منه طب على القهوة، حصلنا بالزاوية هناك ختلنا نركض نريد نشوف كابتن محمد هنا على رحمة الله توفى هذا مكانه، كابتن إبراهيم ظل يشخر قلنا مات، وكابتن لواء زيد حمد شلناه نقلناه، ما عرفنا شو نسوي، ظلنا نتراكض منه ومنانه، بس مو انفجار عبالك فالشي لا يصدق، من يفوت يعبر لك سياجين ثلاث سياجات يعبر يفوت على بيت، شنو من مادة بيه ما تعرف شلون عبر الشارع، وعندك بزل أبسط شي طب البزل وسيارات زين، هو لا سياج متضرر، فقط عندك سياج مال الملعب متضرر والمال قهوة على البيت فات، حسبي الله ونعم الوكيل، الشباب راحوا بيت واحد اثنين شهداء بيت واحد، وعندنا احنا هنا الكابتن مالتنا ابو نور عنده ثلاث اطفال، حسبي الله ونعم الوكيل.
وقت احنا كنا موجودين باثناء الحادث. الحادث شنو اللي صار فيه؟ تنكر سهريج او يسموه الغاز انطلق منين؟ انطق هناك بالقاهره عبور القناه واجى نص السهريج هنا. هنا كانت لعبه مال كره قدم وهنا القهوه بيها شباب قاعدين، تعرف نرجيله وتعرف قهوه. هاي الساعه ب 8 ونص، نعم 8 ونص بالتسعه. فاجى السهريج وين وقع؟ وقع بالملعب وضربوا اللواعب كلهم وقعهم، والنوبه جاء القهوه شكوا قاعدين هنا ضربهم، يعني حتى الايدين تقطعت، الوجه شو اسمه طارت الرجلين، قمنا نشيل بالجرحى والشهداء نشيل بيهم. السهريج نفسه انفجر ونص جهنا ونص هناك، ظل النص ماله جري جاي، طبعا الملعب وعلى القهوه والنوبه ضربوا البيت. هاي فلش البيت اللي قبالك، واليوم شالوه بالكرين، يعني كرين حرام وكلش عملاق شاله، يلا شلون اجى من هناك اللي جاي؟ يا سبحان الله. الشهداء احنا على دين حسبناهم بال 15، وبعد صاروا ازيد بعد ما نعرف يم المستشفيات، بالمستشفيات وش اسمه وجرحى بال 20 فوق ال 20. هو هناك ما نعرف شنو ال ال ما بين التحقيق. الحمل ما نعرف شنو هو، فوسفات ما ادري ايش يسموه، ما ادري هذا الغاز اللي ينفجر. اي هذا اللي عرفناه. انا سايق تيك تيك اشتغل هنا، وقفت هنا جايبوه على اللعبه، دائما اوقف يم الولد. ما حتى له صار انفجار صوت ودخل علينا، ما اعرف ربع تانك من هذا ما اعرف شنو، اخذ اللواعب من هنا وطبع القهوة وضرب حتى البيوت هاي اللي هنا، ما اعرف شنو صار وراها. دق هذا اللح هاي عظمة، هاي جاي نلم بيها حتى جاي نفتر ونلم بيهم. نصب على شيء او اربعة من بيت واحد. اي هاي باو هاي جاي نفتر جاي نسلم حتى بالعظام الضالة بالهاي اللي دي انتشرت مال الولد طبت على البيوت، يعني ما نعرف شنو صار والله العظيم. السهريج ذاك بالقلاجل هناك العبور شارع من صفحة القاهرة هناك واقف، من صار الانفجار طفرت من عدة حديدة ما نعرف شنو، من السهريج من الراس مالته ما اعرف، ضربت هالملعب هالشوفين الملعب ضربت القاع عبرت على القهوة طبت بالبيوت. هنا اللواعب كانوا وهاي القهوة هنا يتجمعون بالنص حتى على وسط الملعب يباعون. بعد ما نعرف يقولون ذلك بعدنا جاي نحقق ويا صفحة الجراج، وهنا الولد نص من عندهم بالمدينة الطب واللي استشهدوا بعد سلموهم شيء صبح وبيهم هسه جاي يستشهدون. حد اسال من المصابين حوالي 15 واحد لحد الان، 15 واحد من عدد المصابين بيهم 14 واحد. وهاي قلت لك هسه مثل ما اشوف هاي صورها مثل ما جاي يشوف هسه جاي يلم بالدم الباقي، وهاي هاي العظم ضرر هواي ضرر هسه عندنا بالله البيوت هاي شفتوها صورتوها، والملعب شفتوه والقهوه شفتوها الكوف هاي اللي قاعدون به، وبعد بعد اكو اعداد هواي. أنا صاحب الملعب هنا. أنت صاحب الملعب؟ إي كان حاجز بادي بثمانية. إي. يخلص تقريباً تسعة وربع هيك، بالتسعة ودقائق صار الانفجار. بس بالبداية حريق به، وبعدين انفجر التنكر. إي. طارت من عنده وصل والراس مالته. تنكر غاز. تنكر غاز، قالوا يعود لشركة بغداد مال بيبسي. إي. بس أكو عالم قالت هذا التنكر صار ثلاث أيام بالجراج ومحمل غاز. صار حريق به وانفجر. ضرب السياج الاول وماتت هنا، كانت لعبه اعمارهم من الأربعين فوق لان لعبه مال رواد. وضرب الثاني راحت عالم هنا اربعه تقريبا من عندهم طلاب سوادس هنا يدرسون، وثلاثه يدامون بالكهرباء مال الوزيريه، ولد اثنين عالم قالت جوز فعل فاعل لان صادفت ويا حكومه محمد الشياع، يعني كل واحد يشوف كيفه ما تعرف. واحد يقول اي ما تعرف، بس شلون الحريق صار بالبدايه وراه انفجار؟ حريق من كيفه بالراس والنوب ياخذ هاي، شلون ناخذ التنكر؟ التنكر كله بمعزول ما تعرف مو صحيح. هسه هذا السندويش بنل كله طاير بالملعب هنا تقريبا خمس لواعب، بس الاكثر شيء الاذيه بالقهوه ما تعرف 15 وال بالمو هسه ما تعرف الحال تخاطره يجوز على الساعه يجيبون خبر صحيح مو صحيح. الجهات المعنيه لو وزاره الداخليه وهاي الجراج اول شيء مو حكم، وما يصير جراج داخل مناطق سكنيه، يعني هيك الشغلات تنسد لها بفلوس مو صحيح. نفس ما صارت مال لبنان مال المرفع مال بيروت نفسه بعد. والله انا ما شفنا، بس
عصف وفشي اجانا كبير، شفناه من الساحه. ثلاثه كانوا قاعدين على المصطبات، خطيه ثلاثه تمام، واحد رقع راسه بالحديده. وبعدين طب الصواريخ، طب وين؟ طب القهوه، الساحه والقهوه، وهنا وقف هالبيت. غاز بيتسرب ما اعرف شنو ومنفجر. هنا الشهداء والجرحى طلعناهم. هذاك جراج عبر الشارع. ايه هذاك حتى الجراج متدمر. والنص الباقي يمكن ماله بديش الصفحه. هم طاير بفرع على ما سمعناه احنا، لين احنا ما عبرنا لهنا. صريقة هي قناة، وهذا هي الغاز قنبلة موقوتة. قنبلة موقوتة. مفروض هي جات المعنية ما يخلي صريج يطق مناطق سكنية. والله ولا صار البارحة صريج طبق بجراج أهلي. داخل المنطقة على القناة. الشباب هناك جاي يلعبون طوبة. بدك بصفية القهوة مالتها. فبساعة الحادث طق الصريج أضرب، يعني الأقوال اللي حدثها متضاربة. انه بين فعل فاعل بين خلل فني. صريج غاز طابق جراج مدة 3 ايام. معرض لكل شيء داخل مناطق سكنية. نشوف الجهات المعنية انه نشوف حل لهاي السالفة. كان في دم العراق مهدور كل شيء. ان كان خلل فني، ان كان تفجير، ان كان مظاهرة، ان كان شيء. دم العراق دوم مهدور. وحتى ان كان يعني مو خلل فني، فعل فاعل، حق اقول لك خلل فني، جهات مختصه ماكو، رقابه ماكو. يقولون 20 19 من غير الجرحى. يعني من بيت واحد رايحين ثلاثه، اثنين شهداء واحد جريح. واكثر يجوز همه من شارع واحد رايحين اربع اصدقاء. وكلهم كبار هنا جاي يعني فوق ما هو ضيم الدنيا. اجينا غير جو. صار وياه شي حادث. والله أنا يعني مسافة بعيدة، بس أنا عندي التقاء بهاي المنطقة بواسطة صديقي صاحب المولدة نال ولا السلام. هاي المنطقة كلها تعرفه، هم وجه من وجهاء المنطقة. وعندك سيد رحيم صاحب الموكب، هم اللي هم كانوا قريبين بساعته. والله الانفجار احنا سمعنا به البارحة، وصلنا الصوت، يعني احنا بحي أورو وصلنا الصوت. توقعنا انفجار عبوة، انفجار فتشي. لما شويه شويه وصلنا الخبر، قالوا والله صهريج، اي صهريج مفخخ، صهريج ماشي بالقناة وبحادث. قالوا لا. اي فاليوم جينا الصبح نسال على الجماعه ونسال على جماعتنا، اي طلع الصهريج عبور القناة بذيك الجهه باتجاه منطقه، باتجاه تقدر تقول شارع فلسطين تعتبر القاهره ذيك الجهه زين، قريب على جسر البنوك. كان واقف بجراج حسب اقوال اللي سمعناه والقوات الامنيه واللي موجودين. هذا الصهيلي جاء نعود بعد عن العالم، هو الرجال هو ما ياخذ البيته. بس هاي خطيه العالم اللي هم جايين يتونسون يلعبون طوبه، اللي شي جايين بالقهوه خطيه، هاي نارقيله لو شوفوا يخلص وقته زين. شغله لا على البال ولا على الخاطر، واذا الصهريج ينفجر. بس ما تعرف فعل فاعل المواد اللي هي بي او جدحه من داخل السياره وانفجرت. واذا انفجر الصهريج ويعبر نص التانكي من جهه القناه اللي هسه وصف لك اياها على اليمين الى اليسار، اي عبر الشارع، عبر النهر. اي بس هاي الحكي بالهواء طاير. وإذا يجي على الملعب هذول القطية المساكين واللي والولد اللي قاعدين بالقهوة، وين دخلت نص التانكي دخل بالبيت العالم. حجم الأضرار والله يعني ما يقارب بال 15 إلى أكثر من شهيد، وأكثر من 15 جرحى زين. يعني قطية هذولي شنو ذنبهم؟ شنو ذنب عوائلهم؟ يعني هسه المفروض من الدولة تعوضهم، لأن هذول أغلبيتهم أصحاب عوائل. المفروض من الدولة تعوضهم، ها
يعني تعوض الشهداء وتخلي يعني تخصص السيارات المركبات الثقيلة والخطرة مكانات خاصة شوارع خاصة يعني سيطرات مضبوطة هنا طي 25-10,000 أعبر من السيطرة ولا يم الموضوع عسى ما محمل تي ان تي كنا موجودين يوم مولده مع صديق انه وصار الانفجار صهريج موجود بالقراج صارت جدحة شوف شنو صارت ما نعرفه هنا انفجر اجى نص عدل تانكي من يمه اجى يهف من هناك طبعا الملعب مدمر العالم جاي تلعب طوبة نصها كتلها والقهوة وطب ببيت يعني المفروض من الدولة مو يجيبون قنبلة موقوتة يخلونها بقراج يعني قراج شظايا يصير عركة يصير اي شيء متعارض للرصاص لاي شيء اكو واحد يجيب له قنبلة يخليها بنص منطقة ما يصير ولا على القناة هي بصفها بيوت المفروض من يمهم اي يسولها بس مساحات ما تظل واقفة يروح يفرقوها تيجي بنفس اليوم تفرق لازم احنا خلصنا من المفخخات النوبة الدولة هي كلها سببها الدولة هاي سببها منو ما سئلة الدولة من حمل للدولة غير يفرغوا له يخلونه مخزون صح لو لا صحيح. المفروض هاي الكل من يمها الدولة تخلي قراجات بس مخصصة خارج المناطق يخلون بها السيارات هاي ما يظل واقف بكانه نهائيا يعني يتحاسب الى يم التفريغ هاي قنبلة موقوتة السيطرات هم ما مسموح لهم يوقفون بيهن هسه خلي يصير ازدحام وواقف نص الازدحام ما يصير المفروض يطلع بالليل هذا يجي للتفريغ ما يصير كل نهار صبح ليل ظهر هي ما شاء الله بغداد ازدحام هو يدخل بنص بغداد اهل البنزين ولا المحطات ولا غيرها وغيرها واي واي مسائل 70% دمرها للعالم جهتي يعني لا هذه الجهه ما تاذت يعني من انفجار صار عصف اجى نص تانكي عدل اجى للملعب هنا بيوتنا كانت هم اقرب عليها اقرب ما تاذت الجام نقول احنا صار بها ضرر كلش قوي بس هنا المشكله الكبيره من اجى التانكي نص التانكي عدل اجى العبر على الجهه اليسرى هاي دمر الملعب اللي قدامك شوف الملعب شوف البيت المقابلك عالم شهداء شنو ذنبهم هذول تقريبا بثمانية الا والله سمعت 15 احنا نعرف بهم هسه 15 انا دريت بيه السيد رحيم ابو الموكب الرجل قال سالته قال لي 15 نفر والجرحى هوايه جرحى بيها جرحى من ضمن البيوت البيت والماشي بالشارع العام الطالع أنا والد الشهيدين الذين سقطوا بتفجير يوم أمس الإرهابي مساء كل من الشهيد غسان كريم عبد الواحد المطيري والد إلى والد بنتين والشهيد ياسر كريم عبد الواحد سيد المطيري والد بنت واحدة ضريرة وتحتاج إلى عمليات عمرها سنة تقريبا تعرضوا اليوم أمس ولدي اثنين جرحى احدهم الاصابه مالته بليغه لا المعلومات الاوليه لحد الان يعني هو اكو اهمال نتيجه خزين احد قنوان الغاز يقولون وجوز استغلها احد الارهابيين جوز فجرها ووضع عبوة لها ولد هذا التفجير الارهابي هو الانفجار صار بالجهه الثانيه اللي راحوا شهداء تقريبا اكثر من 8 نفرات تقريبا البارحة بس مستشفى الكندي قالوا كمجموعة أولية ثمانية من ضمنهم اثنين ولدي وأولاد الشهداء أخوهم شهيد بجهاز مكافحة الإرهاب ملازم أول كريم عبد الواحد المطيري حماة مصفى بيجي استشهد في مصفى بيجي وهؤلاء الشهداء أصبحوا ثلاثة من عائلتي وجرحى لدي اثنين حاليا ونناشد رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية إيجاد المقصر والمسبب والذي قام بهذا العمل
الجبان والإرهاب. إحنا مواطنين ما نقدر نحمل جهة معينة لحد الآن، لأن المعلومات متضاربة لحد الآن. يقولون هاي الغاز المتوفر كان إلى شركة بغداد الموجود، فما لحد الآن المعلومات ما ضابط، ما أعرف، لأن الأجهزة الأمنية هي المفروض هي اللي تحددها. إحنا بس نسمع اللي يجي متناقل الناس. صارت طبة وراها وشة وطبة قوية. زين الرجل بيت مالتنا طلعنا ظلمة كلها تراب، باوعت بالشارع مالتنا حوالي 10 جثث مشطولة، ياهل تيجي تقلبه ماكو أي نفس. ربنا للساحة حوالي 3-4-5 وما تعرف منو الميت منو المجروح منو هذي، ارتبكنا لأن ولدنا كلهم هنا بالساحة يلعبون. طلعنا احنا ندور على ولدنا، الناس وراء تقريبا 10 دقائق الله اجت، لأنه خايفة احتمال يصير انفجار لاخ. المهم عاد اجت العالم قامت تنقذ بالجرحى تنقذ بالهذي، جو القوات الأمنية جو الإسعافات إجراءاتهم سووها. بس أنا أرد أقول شغلة واحدة، الإهمال كله بسبب متابعة القوات الأمنية، لأنه هنا هسه لو تباوع على مستوى القناة كلها باركات مال سيارات حمل وصهاريج، وهذا ما أعتقد فد شيء معقول. هنا هسه تلقي أكو بارك موجود بيه سيارات حمل وصهاريج، سيارات حمل وصهاريج بنص المناطق السكنية، معقول هذا يعني؟ بس هاني سؤالي للقوات الأمنية. طبعا هو بغاز سي او تو تابع للشركة العامة للصناعات الغازية، سي او تو ممكن انه يتمدد بالحرارة يولد ضغط ينفجر. والله حمل اهل الباركات والشركة العامة هي ما عندهم باركات يخلون مكان سياراتهم الصهاريج هذه، يصير صهريج بنص المناطق السكنية يصير يعني؟ والله ما نقدر نلزم هذا التقرير، قوات الأمنية تحقيقاتهم ايش تثبت هي اللي ما نقدر نلزم هو فعل فاعل او حادث عرضي. انا كنت البارحة هنا واقف اقرب شيء على الحادث، لأن اللعبة كان الساعة 9 بالليل واقفين هناك منتظرين اللعبة تخلص حتى احنا ننزل نلعب. بعدنا احنا واقفين مجموعات شبابنا واصدقائنا، اصدقائنا طبوا جوا بالقهوة جاي يشربون مي، واحد منهم ضرب مات. واقفين هناك برا احنا شو ما حسينا بصوت قوي. طبعاً الحسين عالم كيطة شايت بقى العصف شلون قوى عصف، لأن احنا نوقفه بعيد يعني برا الساحة وهزينا. رحنا نتراكل لقينا هنا الروس مشمرة، روس جسم نص جسم مفتوح هيك مضروب. ربين لقوا الناس تعايط تركض تبكي ما تعرف شو الشيء، واحد اثنين ما تعرف شو مباحة صدمة. قلت لك يعني من هناك نشوف ناس تراكض من ناس تتراكض حدا ما حد يعني ما حد يعرف شنو أكل جاي استخبارات وهاي جاي يشوفون ورا هذا الشيء، بس ما حد يعرف كل شيء. وهذا صدق ما حد يعرف، يقولون شركة بغداد من الساعة أبو ساحة حيدر سمعت يقول شركة مال بيبس مال بغداد، هو حاط التنكر بالجراج صار 3 أيام. أكثر شيء مو شهداء هواي يعني شباش يعني أقل شيء بالساحة 5، أقل شيء 5 طاحوا بالقهوة. وايد تجمعات هاي القهوة دائما شو بيها شباب خير من الله، إحنا كل ما نجي وبواحد بوقتها كانت لعب مال برشلونة يعني بواحد الشباب طابين خير من الله، الشباب خير من الله. قلت لك هنا واقفين إحنا بعدها شباب خيرنا طابين هنا يعني ما تعرف ايش قد راحوا الشباب، والله المادية خير من الله. شوف قدرها ساحة قهوة. صهريج مال غاز واقف عبور القناة يم قراج مال تريلات وصهاريج يطبقن بيه. بالحادث صار انفجار ما أعرف يعني من شدة الضغط الغاز البي على يعني مخلي لعب وما حد يعرف، فصار الانفجار نص الصهريج طار ذيك الصفحة منطقة القاهرة، والنص الثاني جه هنا بالقهوة دخل على الملعب كتل تقريبا 4 لواعي بجاي يلعبون هنا 4 وطبع على القهوة تقريبا كتلة 8-9 وبعدين دخل على البيت. عدد الشهداء لحد الان لحد قبل ساعة تقريبا 3 توفوا بالبنوك، اكثريتهم من حي البنوك والطالبية، 18 شهيد.
18 شهيد. هسه اخر واحد توفى استشهد بشار بيتهم هنا بالبنوك. الجراجات اللي داخل المدن المفروض يطلعون يعني او يطبقون بهن سيارات ما يحملن الصهاريج الضغط والغيره، يعني مو الصهاريج اللي بيها بنزين او بيها غاز ذن ما يدخلن داخل المدن، لان ذن خطرات سريع الاشتعال وينفجر بسرعه بيأذي المنطقه. هسه هذا عندك الجراج يطبقن به كافه انواع الصهاريج. وعندنا جراج هنا اي وعندنا جراج هنا هم مسبح الصفا هم يطبقن به تريلات. فما اعرف يعني لازم القوات الامنيه والحكومه تجي لهاي الجراجات، اولا لازم مرخصه من قبل امانه بغداد هاي الجراجات، ولازم تكون يعني ابو الصهريج بالقانون لازم يفرغ، يلا يقدر يتجول يفتر بالمناطق المدنيه، صح لو لا؟ يعني اول شيء لازم يفرغ ولاوقات محدده، بينما هو لا هذا البارحه متروس وجاي يفتر بين المنطقه الى ان وصل منطقه الجراج وصار اللي صار الحادث اللي صار. فاحنا ناشد الحكومه بان توضح حل السيارات اللي محمله بالصهاريج وغيرها بين يشوفوا لها وقت وتفرغ يلا تجي تفتر بين المدن. البارحه والله صهريج على الجراج واقف بالصفحه على القاهره، جراج واقف طيب لواعيب بالملعب يلعبون، عالم قاعده بالقهوه، عالم الدخن لواعيب يلعبون، يكاد تلتغي ساعه بالستة ما شفنا الا فات عليهم مره ومره سمعنا صوت انا واقف من الاسواق. حادث هو؟ يقولون حادث بس هو يتحمل مسؤوليه بالجراج، واقف بالجراج بس هو جراجات بالمنطقه مصر منطقه سكنيه مصر، لازم يقومون اجراء انه بالمنطقه السكنيه جراجات مصر. هسه جراج بمسبح الصفا هم صهاريج وكل شيء، المفروض يحاكيهم دوله شيء يحاكيهم، من يتحمل مسؤوليه؟ جونا نص ساعه وراحوا، من يتحمل مسؤوليه يا استاذي؟ طق الصهاريج وشهداء راحوا بالعشرين شهيد من عدد جرحى نشلناهم، يعني قبل الاسعاف احنا قمنا نقلبيهم بالتكاتك ورا ربع ساعه نص ساعه يلا جت الاسعافات ضحايا حاليا بالعشرين واحد كشهداء وجرحى ذوك. شهداء ذولي، شهداء ذولي المقطمين، جرحى والله ما يمكن بيهم 10 12، هي المسافة بعيدة، مسافة بعيدة كلش، بس هو صهريج يعني وين يعني عبالك يمكن بالميتين متر، عبالك خبلك العالم هيك، خلص البارحة جت القنوات كل واحد يحكي بكيفه، واحد يقول 9، واحد يقول 8، ما حد يحكي الصدق، غير أقول لك صراحة أنا أحكيها طق بطق، عمي ماتوا بالعشرين واحد، إحنا شهدناه بيدنا شهداء من عدد جرحى. والله ننقل بهم بالتكاتك يلا جت الاسعافات.